السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. إخواني أخواتي، قبل أن نبدأ في سرد الموضوع كنتمنى أنكم تعملوا لايك والبرتاج لهذا الفيديو باش دائما تصلوا بما هو جديد بخصوص قضية زهير الله يرحمه. إخواني أخواتي، خبر اليوم واللي توصلنا به فيما يخص قضية زهير الله يرحمه وجلسة اليوم اللي كان حاضر فيها الأب زهير اللي جاء من الديار الإيطالية قصد حضور هذه الجلسة، وكذلك العمة والأقارب ومجموعة من الأصدقاء. كذلك شنا يعني المحاولات العديدة وهذا الشيء اللي توصلنا به فيما يخص يعني محسن، هذه المحاولات من أجل تقديم الاعتذار لعائلة المرحوم والندم الشديد والمعاناة النفسية لكي قاصها داخل زنزانة انفرادية، وهذا بشهادة يعني أحد النزلاء ب يعني المؤسسة السجنية بأسفي، وبأنه كيحس بتأنيب الضمير بسبب الفعلة اللي قام بها ضد زهير الله يرحمه والعملية الشنعاء اللي خلقت له مجموعة من المشاكل سواء يعني الصحية أو النفسية. كذلك إخواني أخواتي، الأخبار اللي توصلنا بها ومن مصادر موثوقة واللي كتأكد كذلك أن العائلة ديال محسن كذلك هي كتطلب ديك السماحة من عائلة زهير الله يرحمه، بعد كذلك مجموعة من المحاولات والوساطات يعني الوساطة بين المعارف العائلتين، وهذا يأتي بعد ما تبين أن الأم وإخوان محسن كانوا على خطأ صراحة. فهذا هو الواقع، أن هذه الأم العائلة ديال محسن كانوا على الخطأ يعني في الوقت اللي وقعت الجريمة والضجة اللي خلقتها والطريقة البشعة اللي قام بها محسن، وحتى الخطأ الفادح اللي قاموا به هو الخروج الإعلامي ديالهم لحظة القبض على يعني على ولدهم محسن والتصريحات النارية والكيدية بحال كأن يعني لا شيء وقع، يعني حتى شي حاجة ما وقعت، أن هادشي بسيط وأن هادشي يعني أن الإبن ديالهم كيحاول أنه يدافع عن النفس ديالو كيف يعقل. يكفي ديك المشهد اللي صراحة اللي أثر فينا احنا كمغاربة، ديك المشهد يعني ديال التقطيع والمشهد ديال السيد كيكزر بحال كيكزر الحيوان، وبالتالي يعني هاد العائلة اللي خرجت ديك التصريح وكتحاول أنها تجنب الابن ديالها يعني العواقب او يعني السجن اللي هو كينتظرو، وكذلك الاعدام اللي كيطالب يعني المغاربه كاملين في حق ولدهم، وكذلك يعني المعاونين ديالهم اللي كينتظرو حتى هما كينتظرو واحد العقوبه قاسيه. كذلك انهم قلوا من هذه الجريمه ودافعوا على محسن الدفاع كما قلت، يعني بغا يدافعوا ان محسن كيحاول يدافع عن النفس ديالو. كذلك تاكد ان مول الفعلة اللي هو محسن كان مقرقب وشارب معيا، وهذا كله بعد خروج التحليلات على العينة من الدم ديال من قامت بها يعني المؤسسة او النيابة العامة، قامت واحد التحليلات ضروري انهم كيديروا ديك التحليلات باش يعرفوا ان هذا السيد واش كان مقرقب او كان شارب شي حاجة، وهذا كله بعد الخروج التحليلات على العينة من الدم ديالهم تبين النسبة العالية من الكحول. صراحة هاد محسن اللي قام بهذه الفعلة فهو ما كانش على الوعي ديالو، ولكن ديك الحقد اللي زاد انه انتقم من زهير الله يرحمه. وهاد زهير الله يرحمه اخواني اخواتي يعني بشهادة الجميع هاد السيد اللي عنده الاخلاق عالية وانه ما كيتعدى على حتى شي واحد وكيبغي الخير، وهادشي بشهادة كذلك الاب ديالو اللي اكد انه مشى باش يجيب غير واحد الخبزة، يعني كون انه كيتري السيد كيتريني يعني نقي السيد ونقي في وجهه، وانه متبع غير الرياضه ومتبع يعني الرياضه اخلاق، قبل ما تكون رياضه فهي اخلاق، فهذا دليل على ان الناس كيحبوه وعارفين يعني شنو كيسوى وشنو يعني الاخلاق ديالو في ذلك الحي، وهذا هو السبب اللي خلى مول الفعلة يقوم بهذه الطريقه الشنيعه اللي هو الحسد والغيرة، أنه كاين غير من هذا السيد اللي هو زهير
وكذلك هذه الفعلة اللي هزت الرأي العام المغربي والدولي، فالله غياخذ الحق في هاد الناس وفي هاد العصابة اللي قاموا بالتخطيط لزهير باش يصفيوها ليه بهاد الطريقة. فهادو راه ما فيهمش الرحمة، لهذا خاص المحكمة الموقرة تنفذ في حقهم أقصى العقوبات اللي هي الإعدام. صراحة هذا هو الحكم اللي كننتظره، ولكن بالرغم من هذا فاحنا عارفين أن هذا الحكم ما غيتطبقش، راه ما غيتطبقش نهائيا. غيكون واحد الحكم ديال الإعدام يعني بعض الأصدقاء ديالو، وغيكون واحد الحكم يعني محدد الآخرين، ولكن الإعدام ما غيتطبقش نهائيا، لكون أن المغرب يعني ما سانيش واحد المعاهدة اللي كت ساني واحد المعاهدة عدم تنفيذ يعني ديك العقوبة. فكونوا هاني إخواني أخواتي، كل واحد يصفي الدم ديالو في العصابة دارت الفعل ديالها وصفاه لزهير مسكين، وكلشي شاف هذاك الفيديو وكان واقف وكيتفرج يعني بالواضح، ولا شيء أكثر من ذلك. فالمهم كنقولوا كنأكدوا للسلطات الأمنية، وهذه التحية لهذه السلطات، وكنأكدوا لهم وكنشكرهم من هذا المنبر العمل اللي داروا وكيديروا، والتحية لهم، وكل واحد يصفي الدم ديالو والروح عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. وزهير الله يرحمه اللي ماشي غير مات، فهو مشى مغدور ومشى شهيد شرف، واللي مازال ما تنصف. يعني حنا كنتسناو ان يعني هاد المحكمه تنصف يعني زهير والعائله ديالو، راه مازال. حتى اننا ولينا كنسمعوا واحد الخبر ديال التنازل، هذه اشاعات صراحه راه كتوقع اشاعات، والخبر ما كيكونش يعني ما كنكونوش متاكدين منه 100%، ولكن دي تصحيح فقط. فهم صحوا العائله يعني صحوا ديك الخبر واكدوا ان راه ما يمكنش انهم يتنازلوا على حق ولدهم بهذه الطريقه. فحتى اذا كان التنازل راه يعني المحكمه راه يعني غتطبق هذاك القانون على اي واحد. فاذا كان التنازل راه صراحه غتولي فوضى، يعني اي مجرم يقدر يعمل اي حاجه وينفذ شي حاجه ضد اي واحد. فحسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء موالي الفعله وعائله مجرم اللي صفوها لزهير الله يرحمه. لو كانوا الناس كيخافوا يعني بالفعل كيخافوا الله، والناس اللي معقولين يعني غادي يقولوا ولدنا راه خاصو ياخذ الجزاء ديالو ويمشي يتحكم، يعني وتنصف ديك العائله. والاكثر من هذا اخواني اخواتي، مشيو غير قدموا غير العزاء العائله ديال زهير، يقولوا لهم حنايا يعني كنردوا لكم الجميل اللي هو انكم سابقا تنازلت هنا على ديك الشكايه او ديك الدعوه اللي كان بسببها ان محسن غيتعاقب ويدخل السجن. فمره اخرى اخواني اخواتي، كنتمنى انكم تعملوا اللايك والبارطاج للفيديو باش يرجع الحق لزهير الله يرحمه والعائله. وهذه التحيه للاب زهير والعمه ديالو، وكذلك الجميع الناس اللي كيتضامنوا مع زهير. إن شاء الله ألقاكم في تمام الصحة والعافية، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.